الفرد الخاص دي ب 5 ريال، ده كل ده ب 5 ريال ان شاء الله. ب 5 والطماطم كرتونه ب 15، كل ده ان شاء الله. والبطاطس كيس ب 5. ماذا بخمسة؟ سر البركة وسر اللي انت لما تروحي السوق كده تشتري الحاجة وربنا يسخر لك كده حاجات حلوة، وحتى البياع يكون متساهل معاكي، تلاقي حاجات نظيفة مش لازم أن تكون رخيصة، بس يعني ورخيصة ومش طازة، لا رخيصة وطازة وحلوة، وتلاقي حاجات حلوة كده في طريقك. ان انت بداية من اول ما تدخلي السوق تقولي ايه الدعاء، دعاء السوق، دعاء السوق ده بيحط بيديكي حسنات وبيحط عنك سيئات، على ما يقول في حديث كثيرة ان هو بياخد عنك 1000 سيئة ويحط عنك 1000 سيئة ويزيدك 1000 حسنة، اللي هو إيه؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيد الخير وعلى كل شيء قدير. مش بس سوق الخضار اللي انت داخلاه، اي مول اي محل انت داخلاه قولي طيب انا دلوقتي انا مش قناتي مش قناة اسلامية او قناة وعظ، لا انا بنفيد بعض بحاجات صغيرة، يعني ما شاء الله على دين الاسلام ده دين عظيم جدا، حاجات صغيرة يعني تجاري عليها حسنات كتيرة وتاخدي معاها البركة كمان. يعني دعاء زي ده بنغفل عنه ليه؟ وهو ليه فضل عظيم، لان انت الناس كلها في السوق بتبقى في اللهو وفي البيع وفي الشراء، محدش بيذكر ربنا ولا يعني الا قليل، يعني ما فيش حد بيفتكر ان هو بيبقى داخل كده ويقول الدعاء ده غير الله، يعني الناس اللي بيزيدها ربنا من العلم والايمان هي اللي بتبقى فاكرة دايما. كلنا انا بذكر نفسي واياكم ان احنا بنلهو وبننسى، فانت لما تعودي نفسك مرة في اتنين نسيتي مرة في التانية هتفتكري، مرة بعد مرة هتفتكر ان شاء الله. بس ده الدعاء ده عظيم جدا وبيعمل لك كده بركة في الحاجة اللي انت شارياها، وتلاقي حاجات حلوة وتلاقي الناس معاكي متساهلة، وتحس اليوم ده بتحس يومك كده او وقت التسوق بتاعك ده بيكون كله بركة وخير. والله انا مجربة الحكاية دي معايا كتير من سنين، وما شاء الله اي مول اي محل بدخل انا كنت بنسى لاول مره افتكر مره ما افتكرش لحد ما لساني بقى ياخد عليها. انت بتفتكري ربنا في وقت الناس كلها بتبقى ملهوه عن ذكر ربنا، يبقى ايه ما ننساش نقول الذكر ده بيبقى ذكر حلو وبيرزقك بركه في الحاجه اللي بتشتريها وبيسهل لك امورك وبتاخدي يعني بيحط عنك سيئات وبيديك حسنات. وانا بذكركم بالنفس بهذا الدعاء. الله شايفين الكرنب بتاع سوق الخضار وحلقات الخضار حلو ازاي، يتاكل اكل كده لوحده ما شاء الله عليه حلو جدا. جيبوا حاجاتكم وخضاركم من سوق الخضار جميل، والورقة مش بتستحمل ورقيقة حلوة اهو، شايفين ازاي حلو. والتلاتة دول ب5 ريال، 3 ب5، ممكن تاخدي الواحدة على ريالين كمان، عايزة حبة واحدة تاخدي الواحدة على ريالين. اهم حاجة لما تشتري الكرنب ان هو تجيبيه ما يكونش، بصي ما يكونش كابس، يكون حلو كده وخفيف، وبعدين تكون المبططه كده الكرومبه مبططه اللي هي مدوره مع الوزر فوق دي، ما تاخديهاش، تاخدي اللي هي مبططه كده الحلوه دي. تمام. في سوق الخضار انا بشتري كل حاجه من، يعني ما شاء الله الخضار ده جميل، يعني شايفين الخضره بتاع المحشي اللي بنجيب الحبه بس بريال من اي مكان، انا واخده ب5، واخده ب5 على ريال، يعني الراجل كان بيبيع ب5 ريال يوم الجمعه، شايفين دي بنشتريها بريال من اي مول، بريال ونص بريال في على حسب، شايفين. والخضره حلوه وصفحه ازاي، جايبه كيس ملان خضره بريالين ما شاء الله. هنا الطماطم برضو حلوه، هي الطماطم دي كانت عندي الطماطم دي ب5 ريال كلها، الجزر والخيار هنا جزر وخيار ده بريالين وده ب5 ريال، كيس الجزر ب5 بريالين، يعني ما شاء الله حاجات تحفة تحفة من الآخر. غير كمان أنا عندي كمان الدورة دي، الدورة من السوق اهي
ب10 ريال، يعني 6 حبات دراهم، 6 ب10 ريال، وما شاء الله عليها طعمها فوق يعني جميلة، وبتبقى مسكرة كده وحلوة، غير بتاع المولات يعني او المحلات، تحسها متلجة كده ومحطوطة في التلاجات، مش مجمدة، لا مش مجمدة، لا ده هي في التلاجات، لكن دي حلوة وجميلة، شايفين حلوة ازاي صبحة، وبتبقى طعمها حلو، دي ب10 ريال، تبقى مسكرة وحلوة خالص، تحسها كده فريش وطازة. هاتوا من سوق الخضار حاجاتكو، يعني سوق الخضار أوفر وأنضف، والحاجة طازة وفريش فيه، شايفين عاملة ازاي حاجات السوق ده غير أنا كمان جاي جبت ال كم الجزم؟ المفروض يخص دي ب5 ريال، ده كل دي ب5 ريال، مش عارف ب5، والطماطم كرتونة ب15، كل ده ان شاء الله، والبطاطس كيس ب5.